أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم زيارة القبور للنساء؟ وما الرد على الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء زيارة القبور؟ يا أخي الحديث لا يرد عليها، العبارة ما هي طيبة. قل ما يجاب عن الحديث، لا تقول ما يرد على الحديث. قالوا هذا في أول الأمر ثم نسخ ذلك. كانت في الأول مباح للنساء زيارة القبور، ثم نسخ ذلك ونهي ولعن الله زوارات القبور. نعم.